تمكنت الشرطة في الدار البيضاء من توقيف مواطن فرنسي من أصل مغربي بشبهة الضلوع في قضية اختطاف وقتل زوج المغنية المغربية ريم فكري. بعد تلقي بلاغ بالاختطاف، فتحت الشرطة تحقيقاً وتمكنت من القبض على المشتبه الرئيسي داخل منزله في المنصورية، حيث تم العثور على جثة الضحية بعد التخلص منها في نهر بضواحي الرباط. يجري التحقيق لتحديد خلفيات الجريمة والعلاقة بين المشتبه بهم، وتم احتجاز المشتبه الرئيسي وخمسة آخرين للاشتباه في تورطهم في الجريمة. تمكنت الشرطة في الدار البيضاء من توقيف مواطن فرنسي من أصل مغربي بشبهة الضلوع في قضية اختطاف وقتل زوج المغنية المغربية ريم فكري. بعد تلقي بلاغ بالاختطاف، فتحت الشرطة تحقيقاً وتمكنت من القبض على المشتبه الرئيسي داخل منزله في المنصورية، حيث تم العثور على جثة الضحية بعد التخلص منها في نهر بضواحي الرباط. يجري التحقيق لتحديد خلفيات الجريمة والعلاقة بين المشتبه بهم، وتم احتجاز المشتبه الرئيسي وخمسة آخرين للاشتباه في تورطهم في الجريمة.